لقيت سيدتين مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حادث اشتعال النيران في سيارة أجرة على طريق بن هاميت العطار في محافظة القليوبية، حيث اشتعلت النيران فجأة في السيارة أثناء اتجاهها إلى قرية ميت العطار دائرة مركز بنها. تحرر محضر بالوقعة ونقل الجثتين والمصابين لمستشفى بنها العام. تولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين والاستعلام عن حالة المصابين 5 لمعرفة حالتهم وسؤالهم، وندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، والذي يرجح أنه الحريق بسبب ماس كهربائي شبة في السيارة. وتم التصريح بدفن جثتي الضحايا الحادث. تلقت أجهزة أمن بالقليوبية إخطار من الأهالي باشتعال النيران في سيارة سوزوكي أجرة على طريق بنها ميت العطار وإصابة 5 ومصرع 2 من الركاب. انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وتبين اشتعال النيران في سيارة أجرة فجأة أثناء سيرها على طريق بنها ميت العطار دائرة مركز بنها، وأسفر عن مصرع سيدتين هما نون في 35 سنة وسيدة أخرى من الركاب، وإصابة كل من شحات حميدة سائق السيارة ومحمد شحات حميدة نجل سائق السيارة وعفيفي أشرف وعيد إسلام وأحمد السعداوي. تم نقلهم للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.